مساء الفل، فين كده؟ مساء الفل. النهارده جايلكم ببرنامج جديد، بقول لكم نورتونا 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 في كل حاجه. نورتونا في فن، في طب، في سياحه، في العاب، في كل حاجه تخص الحياه. نورتونا برنامج اجتماعي لايت خفيف، بيرجعنا لايام زمان وايام الضحكه الخفيفه والطيف اللطيف. مساء الخير يا ايمن. مساء النور يا نور. ايه اخبارك؟ الحمد لله. عرف الجمهور بيك. معاكم ايمن فهمي، انا يا رب اكون ضيف خفيف عليكم. نورتونا ده هيبقى شعارنا. احنا المصريين بيحبوا الفرحه والبهجه والنور، كلنا بنتمناه. احنا عايزين ناخد كل حاجه منكم حلوه تخليكم مبسوطين مننا. فمش عارف اقول اكتر من ان انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. ومساء الخير يا نور. مساء النور يا ايمن. طبعا النهارده احنا بصدد مردود مؤثر كتير جدا على السوشيال ميديا. الشاب اللي انتحر، شاب الهندسه اللي انتحر، طالب متفوق متميز انتحر من فوق البرج، وللاسف يعني جات له فرصتين للنجاه. فرصه لما التيشيرت بتاعه شبك، والفرصه الثانيه لما زميله حاول يساعده ويسنده. بس كان الغريب ان كل اللي حواليه كان فيه ولد وبنت حواليه بيتصوروا سيلفي، وكان فيه برضو من الاغرب ان في ست كبيره وزوجها كانوا واقفين، والست قلبها اتخطف وراح منها لما الولد وقع قدامها. قد ايه ان المشاعر في العصر الحديث متجمده، قد ايه احنا ما بقيناش نخاف على بعض. نورتونا عايز يرجع بيكو فلاش باك للزمن والعصر والاحساس اللي حصل له بانيك اتاك. ولا انت رايك ايه يعني؟ انا رايي ان كان السبب الرئيسي بعد كلامك، طبعا كل اللي انت قلتيه ده حاجات تزعل. احنا كمصريين المفروض يكون عندنا حاجه احلى من كده. احنا فينا حاجات حلوه كتير. في مشكله كلمه انت مالك اخبارك ايه ما بقاش يتقال زي زمان. يعني زمان كان الواحد يقول مالك اما بيشوف واحد صاحبه زعلان. سبب الانتحار الشاب الهندسه ده، من بعد ما قريت وقعدت اتفحص ايه السبب الكلام ده كله، اكتشفت ان الشاب ده كان عايش وسط ناس كتير قوي، بس محدش كان بيقول له انت مالك، محدش كان بيقول له انت عامل ايه، محدش كان بيقول له انت حزين ليه. احنا دلوقتي انا عايز اعرف ليه النقطه دي اختفت. كان زمان لما الواحد بيصبح على واحد صباح الخير، التاني يرد عليه صباح الخير مش حلو قوي، فالتاني يقول له مالك في ايه. دي ما بقتش تتقال، ما بقتش تتقال لعدة أسباب. الناس بقت مشاغلها كتير، الناس بقت بتجري على لقمة عيشها، عايزة تجيب قرش لولادها، بس دي سنة الحياة. بس لازم ما ننساش الطبيعة البشرية اللي فينا. احنا مسلمين، أو الدين بتاعنا الدين الإسلامي، الدين المسيحي، كله بيقول كل الأديان السماوية بيدعو للمحبة، بيدعو إن احنا لازم نكون نسأل على بعض ونود بعض. ده ربنا النبي عليه الصلاه والسلام وصى على سبع جار. انما انت لما يكون صديقك وانت مش حاسس ان هو في ازمه ممكن يموت، ممكن ينتحر بسببها. انا مساء الخير يا نور، قولي شو انت عايزه تقولي. والله انا هقول ان احنا فقدنا الاحساس باللي حوالينا. في حاجات كتير قوي بعدانا عنهم، فاحنا جايين النهارده نقول نورتونا. حاولوا تدوروا على وميض الضوء اللي بيسعى حوالين حياتكم. لما يجي حد ويطبطب عليك ويراضيك، حاول تتماشى معاه، حاول تفتح له صدرك، حاول ان انت تقول له انا موجوع. هو بيقول لك انا موجود، وانت رد عليه وقول له انا موجوع. هتلاقي نفسكم تضموا على بعض وتلموا جرح بعض. احنا ايام زمان كان في حاجات حلوه قوي في بيوتنا، كل الحاجات دي فقدناها. زمان ما كناش بنشوف كل اللي احنا شايفينه دلوقتي، من عقوق والدين، من غيبه، من نميمه، من حاجات كتير قوي. زمان كانت قلوبنا صافيه ودافيه، كانت قلوبنا بالوفاء مكتفيه. يعني انا انت دلوقتي لو قاعد في عماره حتى لو مكونه من 5 ادوار، عارف جارك اللي جنب منك مين؟ والله ابدا. عارف جارك عنده ايه، محتاج ايه، ناقصه ايه؟ برضو والله ابدا. الشاب طالب الهندسه كان حواليه ناس كتير جدا، وهو متميز ومتفوق، بس الله اعلم هو كره الدنيا ليه، اتمسك بالموت ومفارقه الحياه ليه، الله اعلم بيه.
احنا بدأنا عشان بدأنا برنامجنا عشان خاطر نقول ان لسه في الحياة امل. هو اتضغط عليه من كل النواحي وفقد الامل، بس احنا جايين نقول لكم نورتونا، هتفتح لكم وميض ضوء وامل. نورتونا زي ما بتدور على الوجع بتدور على الامل. نورتونا. في عندنا الحاج سيد في كلية التجارة، يا ريت يا جماعة نطلع بالتقرير ونقول ان لسه في ايام جاية حلوة لينا كتير. عم زيزو يعني الوش المبتسم اللي يقدر ينقلك السعادة في أي وقت انت عايزه. فلو انت خارج من امتحان مخنوق وزعلان هيقولك جود مورنينج وثانك يو، هيقلبلك يومك 180 درجة. صباح الجود مورنينج. ايوه كده اهو اهو، هي نسم في النسا اهو، شفت اهي اهو، شفت بقى ازاي اهو، جود مورنينج ثانك يو. انا اسمي عبد العزيز جمعه عبد العزيز، وشهرتي في جامعه القاهره عم زيزو سجاره انجلش، ابلغ من العمر 65 سنه وشويه. وعلى الرغم من كل السعاده اللي بيبثها عم زيزو للطلبه في اي وقت، الا ان حياته فيها كتير جدا من المشاكل، سواء جوه الجامعه او بره الجامعه. حب الشغل في الجامعه هنا من حب الطلبه ليا ومن مساعدتهم ليا، ده من فضل ربنا عليا. فانا وانا في الجامعه وانا شغال في تجاره انجليش، واحده اتهمتني بالسرقه، فطبعا الطلبه ما خلصهمش، فطبعا دوروا على الحاجه في قلب الكليه ولقوها، وجيت طالب من الفرقه الرابعه رفع ايديا في وسط الحوش الكليه وقال لي عم زيزو الحاجه اتوجدت، وعشان امانتك هنطلعك قانون رمضان. ولكن هي الفكره كلها ان احنا لو جنب مرتبنا ده في معاش، انا ما رحتش الشؤون الاجتماعيه، قال لك لا ده المشروع ده اتوقف من سنتين. ما بتقولوا كرامه ومعاش، كرامه والتكافؤ ولا التكافؤ وكرامه؟ يعني انا عشان جاهل ما بعرفش نكتب نبيع؟ احنا برضو مصريين ومسلمين وموحدين بالله، بس عارف اذا نطلب ما ذنبوش حاجه ان هو يساعدنا. حتى انا كان هنا عندي بيت وقع، اكتر من 1000 نفر ساعدوني، اللي جاب لي ثلاجه من البرامج بتاعت الفضائيات، واللي جاب غساله، واللي جاب لي سرير بمرتبته بالحافه، واللي اداني فلوس عشان اسكن في سكن جديد ادفع تامين، لان القانون الجديد بتاع السكن يقول لك التامين 1000 جنيه في السنه. فلما الولاد هنا ربنا ينجحهم ويساعدهم طلبه وطالبات يجمعوا لي مثلا 4000 جنيه او 3000 جنيه، خد يا عم زيزو ادفع التامين بتاعك وادفع ايجارك واحنا معاك يا عم زيزو. هنا طلبه وطالبات، انت زي والدنا يا عم زيزو، ده شيء ده وصام على صدري. اوعى الهوا اهو، اوعى الهوا. ودلوقتي وبعد ما عرفنا كل حاجه عن حياه عم زيزو وعرفنا الكويس منها والمشاكل اللي تعرض ليها في حياته، الا اننا لاحظنا ان في حاجه ثابته ما اتغيرتش على الرغم من كل اللي مر بيه، وهي ضحكته الطيبه وبساطته في الحياه. عشان كده لازم نتحلى بالبساطه دايما وما نعقدش الامور، صدقوني هننجح في حياته. عم زيزو اه حلوه. ورجعنا لكم، شايفين قد ايه عم سيد، شايفين قد ايه الفرحه اللي في عينيه، شايفين قد ايه ان في شباب قادر ان هو يخلق الامل في عيون عجوز، شايفين قد ايه في حد قادر ان هو يجمع غيره ويطبطب على غيره ويديله من جزء من الخير اللي ربنا مديهوله. ليه ما نعملش كده مع بعض؟ ليه ما يبقاش قلبنا على قلب بعض؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه اتحلوا بالبساطه. حتى لو انت يعني غني ملياردير، حاول تفكر في الغير. مش لازم يعني تعمل دعايه وتوري الناس انت بتدي ايه وبتعمل ايه، خلي ليك خبايا مع الله. نورتونا بيقول لكم ارجعوا لاصول الحياه، ارجعوا لتعارفوا وتالفوا، ارجعوا لمنهجنا، ارجعوا للسلم اللي في حياتنا، ابعدوا عن الغضب، ابعدوا عن الغل، ابعدوا عن الزعل. نورتونا بيقول لكم في رسالة في الحياة، اعملوها واعملوا كل حاجة انتوا شايفينها، بس اعملوا الصح واعملوا الخير. دايما في غلطات لينا كتير، بس مش عيب ان احنا نصلح من اخطائنا، مش عيب ان احنا نجري ونضم على غيرنا لما نلاقيه موجوع. مفيهاش اي حاجة خالص لما تسأل حد حتى لو نهرك وقال لك مالكش دعوة،
حاول معاه مره واثنين وثلاثه. انتوا عارفين كم حالات الانتحار اللي وصلت في البلد قد ايه؟ كم حالات الاغتصاب اللي وصلت قد ايه؟ كم حالات التحرش؟ عارفين كل ده ناتج من ايه؟ يا ترى ناتج من ايه يا ايمن؟ ناتج ان في حاجات احنا افتقدناها كتير قوي. اولها ان احنا نسينا اصولنا، نسينا حاجات خاصه باصول ديننا. احنا كمصريين معروف عننا الشهامه، معروف عننا الرجوله، معروف عننا ان احنا بنمد ايدنا وبنشيل اي حد وقع وبنطبطب عليه. احنا ابتدينا نفتقد النقطه دي. سبب افتقادنا ليها بيرجع لمشاغل الحياه ورتم الحياه اللي اتغير. احنا عندنا حاجات كتير اتغيرت دلوقتي. احنا كنا زمان بنتصل ببعض تليفونيا نطمن على بعض، بعد كده ابتدينا نكتب، بعد كده ابتدينا نبعت فويس ونسمع بعض على الواتساب. فانا مش عارف هل الحياه بينا بقت هي ده الريتم بتاعها، ان احنا ننسى، ان احنا نسال على اهالينا، اخواتنا، عماتنا، خالاتنا. الموضوع ده اختفى. ده ادى ان بقى عندنا الرحمه قلت شويه، عندنا قلت فعلا. الشباب الجميل اللي كان قاعد انتصرت خالص يا ايمن. انا اتمنى ان ده ما يحصلش، اتمنى ان احنا نرجع تاني زي الاول. الشباب الجميل اللي اتصور مع الحاج اسمه ايه اللي كان معانا على الحاج سيد. الشباب ده هو فرحان بيه. ايوه. وفي نفس الوقت هو سعيد جدا ان هو بيتصور مع عم سيد. عم سيد على فكره ما فيش شغل في الدنيا عيب، ولا في شغل في الدنيا حرام، بالعكس هو راجل شغال شغلانه شريفه جدا ومحترمه. انا شايف ان هي محترمه، وناس كتير كلها فاهمه ان مش اي حاجه تعيب البني ادم غير الحرام. احنا ما دام ده شغال بياخد مرتب خلاص ده حلال. فاكر يا ايمن الواتساب بتاعنا زمان كان ايه؟ ماما تبص من البلكونه تكلم جارتها، جارتها تبص من البلكونه الثانيه تكلمها، يتناقشوا في طبخه، يتناقشوا في اكله، يتناقشوا في مشكله، يتناقشوا في مين كان تعبان، مين كان زعلان. كانت الحياه، وكان فيس تو فيس، وكان حاجه جميله قوي. كان حلو قوي. تعالى دلوقتي الواتساب دلوقتي. حد من زمايلك يشوفك حاطط حاله ما يكونش بيكلمك ولا بيسلم عليك ولا بيعبرك اصلا، ابعت. ايه يا جدعان؟ طب سلم، طب اتكلم، طب ما تقول انا حاطط الحاله دي ليه؟ بلاش، يمكن الحاله فيها وجع، يمكن انا حاطط الحاله دي بداري بيها حاجات كتير، يمكن حاطط الحاله دي جوايا وجع ومش قادر اقول ان انا موجوع. لا، كل اللي بيدخل يقوله ابعت. طب يعني ابعت ايه؟ زمان كنا الواتساب بتاعنا زمان كنا بنبعت، بس بنبعت طبق حلويات، بنبعت حاجه من خير اللي احنا عاملينه في البيت، بنبعت زياره المريض، بنبعت سؤال. بيحصل يا نور، انا اسف، بس ده بيحصل بقى صور. اللي بيعمل اكل حلوه النهارده ما بيدوش بيها جاره، بيبعت له صوره ليه على فيسبوك او بيبعتها له على الواتساب. اللي بقى بيعمل حاجه جديده مثلا في بيته بيبعتها على الواتساب او على الفيسبوك لاصحابه. انما ما بقاش زي الاول، يعني ما بقاش فيه الريتم اللي هو مشاركة. ان احنا نقرب لبعض. مشاركه على فكره من اكتر من اكتر الحاجات اللي البني ادم بيشعر فيها ان هو سعيد، ان هو اللي قدامه يحس بيه. ساعات النفس بيبقى فيه نغمه بتتقري، بيبان اللي قدامك اذا كان تعبان، زعلان، حزين، فرحان. انما الكتابه عمرها ما كان ليها روح. سوري، زمان الكتابه اللي احنا كنا نعرفها كتاب نقراه وناخد منه ثقافه، ناخد منه معلومه. انما بقت الكتابه بالنسبه لنا عباره عن حروف بتنقل المشاعر، وده 90% منه كذب، ولو هو صدق اللي قدامك مش مصدقه. فانا اتمنى ان احنا نوصل لمرحله. طبعا دلوقتي احنا غلب علينا الحياه الافتراضيه مش الواقعيه. دي حقيقه. ممكن دي انت حقيقة. تكون قاعد بتعيط ومنزل بوست على الفيسبوك او السوشيال ميديا ضحك وفرحان وبتتفسح وبتقول انا في كذا ولا انا في كذا، وانت قاعد مكتوف الايدي، بس انت ده متنفس ليك، بس متنفس وهمي. طب يا جماعه ارجعوا للحياه الطبيعيه، ارجعوا للمه كل يوم خميس او يوم جمعه، ارجعوا لبابا وماما واخواتك وجارك وابن خالتك وابن عمك وقريبك وصاحبك القريب. ما تتكسفش، ما تتكسفش ان انت تقول انا غلطت، ما تتكسفش تقول ان انا موجوع، ما تتكسفش تقول ان انا محتاج. قول، ولو ما حدش طبطب كفايه عليك رب العقول ان هو يطبطب عليك. قول كل اللي في نفسك، قول واتكلم. مش الوجع مش هيفيدك وانت كاتمه جواك، الوجع هيوصلنا للفقدان، فقدان حياه، فقدان قلوب، فقدان مشاعر. لما تكون موجوع قول. احنا بنتكلم النهارده في حلقتنا وبنقول نورتونا
عايزين ننور الناس ونقول لهم يا جماعة ارجعوا للمة الحلوة، ارجعوا للمة الصادقة، ارجعوا لقسمة رغيف العيش على طبلية واحدة، استنوا بعض على الغداء، حافظوا على بعض، اللي الزوج يحافظ على زوجته، البنت تحافظ على شكل أبوها وأمها، الولد يحافظ على مركز أبوه وسلطته وهيئته، حتى يحافظ على كيانه في تربيته. خليك نموذج مشرف لأهلك في البيت وفي النادي وفي الشارع وحتى وسط أوحش ناس، خليك نموذج مشرف. خلي اللي يشوفك يدعي للي رباك، خلي اللي يشوفك يتمنى إن ولاده تطلع زيك. يا جماعة ارجعوا لزمن فات، ارجعوا لزمن مات، ارجعوا ارجعوا، لأن احنا محتاجين إن احنا ننور حياتنا في حاجات كتير قوي، في لبسنا، في أكلنا، في شربنا، في المعلومات اللي بتوصل لينا. نورتونا هيتكلم عن كل حاجة مفيدة في الحياة وكل حاجة بتنور الحياة. يعني لو تعبانين هتلاقونا جايبين لكم دكتور. لو عايزين تعرفوا أكلة جديدة، أيمن طبعا موهوب في الأكل. بالنسبة للأكل نورتينا يا نور. أنا عايز أضيف حاجة، احنا برضك من ضمن الحاجات اللي افتقدناها السفرة. السفرة في البيت أو الطبلية، عشان نتكلم بالبلدي شوية. الطبلية ما حدش بيقعد عليها دلوقتي. دلوقتي الأسرة ممكن تكون من 6 أفراد، كل فرد بياكل في تايم لوحده، في وقت لوحده. إنما عشان يتجمعوا مع بعض، حتى كانت زمان يقول لك إيه يوم الجمعة ده هنتغدى مع بعض، ده افتقدناه برضك. في حاجة ابتدينا نفتقدها، حتة إن احنا يبقى في صلة بيننا وبين بعض على أكلة. تخيلوا إن 90% من البيوت عايشة على أكل الشارع. ديليفري. من ضمن الحاجات اللي احنا هنعملها في البرنامج هنا، كل أكلة في الشارع أنتوا بتحبوها هننزل وهنوريكم بتتعمل إزاي، وهنوريكم طعمتها، وهنيجي هنا في مطبخنا ده عشان نوريكم بتتعمل إزاي ونطلعها زي الشارع بالظبط. ودي هتبقى من ضمن الحاجات اللي هنساعد بيها الناس عشان تخلص من أكل الشارع. أنا مش ضد محلات الأكل، بالعكس، بس مش لازم يكون فطار وغدا وعشاء، ومش لازم يكون 7 أيام في الأسبوع. لازم يكون في تنسيق، لازم الأسرة تتجمع تاني على السفرة، لازم الأسرة تتجمع تاني عشان تاكل مع بعض. زمان كان ممكن أسرة كاملة تاكل في طبقين أو طبق واحد، النهاردة كل فرد في الأسرة بياخد اتجاهه، وممكن ياخد الطبق بتاعه ويخش أوضته عشان ياكله مع نفسه براحته، وبرضك ماسك التليفون على فكرة وبيفيس أو قاعد على الواتساب، وبالع مش بياكل عشان بياكل، ده بياكل عشان يقدر يواصل على الموبايل اللي هو ماسكه. أنا حزين طبعا إن احنا وصلنا لده. فيسبوك على قد ما كان فيه حاجات حلوة رجعتنا الناس كنا بندور عليها، الواتساب كان برضك بيقربنا من الناس كناش بنشوفها كتير، بس مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نتجمع تاني، أسرة واحدة، بيت واحد، أكلة واحدة، نصحى مع بعض. الناس النهاردة بتصحى الساعة 12 الظهر، لو طالب ما عندوش دراسة وما عندوش جامعة بيصحى 12 الظهر واحدة عشان يسهر لغاية الساعة 2-3 بالليل تاني، وبرضك 90% من التايم بتاعه على الفيسبوك او الواتساب. نورتينا يا نور، نورتونا كلكم. معانا اتصال يا ايمن، بيبلغوني في الكنترول ان احنا معانا اتصال. اتفضلي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، نورتينا. منوره يا استاذه نور، منوره بصراحه، والبرنامج والاستاذ اللي معاكي منور. تسلمي. وانا الحاجه ام رامي. اهلا وسهلا. بحب بصراحه، انتوا عاملين الموضوع جميل وفي وقته وفي كل بيت. يعني النهارده مفيش اي بيت على مستوى احنا كده، مفيش اللي انتوا بتقولوا عليه فعلا. فقدنا اللمه، فقدنا الصحبه، فقدنا مش عارفه ليه. ليه السبب؟ ايه السبب اللي رجعنا كده؟ مع ان في ناس حلوه كتير. رتم الحياه، رتم الحياه، رتم الحياه حاجه مرامي هو السبب. بس ليه بعيدنا خالص؟ الناس بقت تبعد ليه عن بعضها؟ احنا بقينا ندور دلوقتي بره اهالينا، بقينا ندور بره العيله، بقينا مثلا نروح النوادي، نروح اماكن عامه، نقعد نتعرف على ناس جديده، ونلاقي لسه في ناس حلوه. فنعمل ايه؟ نعمل ايه عشان اللي فاقدينه ده يرجع تاني؟ وبشكركم قوي قوي على البرنامج. بما انك من الزمن يعني الجميل، يا رب، وبالتوفيق والاحسن دايما يا رب. ربنا يخليك يا رب، وتسلمي ويسلم اتصالك. بس كنت عايزه اسال حضرتك حاجه، بما انك من الزمن الجميل، عايزه اعرف نصيحه تقوليها لمشاهدينا ازاي نرجع للزمن الجميل. معاكي. بصي، النصيحه بقى اللي انا بديها للناس، ان
جماعه احنا دلوقتي بنشوف الموت بقى يخطف الناس خطف، لا مفرق بين صغير في السن او كبير في السن او ست كبيره او ست صغيره او عيان او صحيح فعلا. الموت بقى يخطف، دي حاجه خلاص احنا لازم الناس تبقى فاهمه ان احنا خلاص لحظه وهنفارق، لحظه مش هنبقى موجودين. فليه ما نرجعش نسال على بعض؟ لازم ان احنا مثلا انا لقيت حد مقصر معايا انا ابتدي مره واثنين وثلاثه او احرجه ان انا من كتر بسال انتوا سالوا من كتر ما انا بعمل. يعني احنا لازم حد يكون حلو يعلم فالدنيا تمشي وربنا يا رب يهدي الجميع يا رب والدنيا ترجع حلوه زي زمان وايام زمان ان شاء الله. تسلمي. ان شاء الله تسلمي وتابعينا وموفقك ومنوره منوره منوره وربنا ربنا يعزك يا رب يجعله كده اللي انت بتقولوه في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم امين لينا وليك يا رب. لينا يا حبيبي. تسلمي نورتينا. ومعنا اتصال تاني. دوابة انا مش عارفة انت بتقول ايه في الكنترول بس معنا اتصال. الو تعرف نفسها تعرف نفسها. الو الو الاتصال انقطع. معانا النهارده برضو خبر تاني. هو خبر محزن. ممكن في ناس كتير اتريقت عليه وعلى لبسه وعلى شكله وعلى هيئته بس هو قلب صافي، قلب طيب، قلب بريء. شكله مش لايق بس دي خلقة ربنا يا جماعه. بس هو حب وعافر ووصل، مش هننكر ان هو ما وصلش. ده بيقول لنا ان احنا لازم يبقى عندنا امل للوصول. شعبان عبد الرحيم مطربنا الجميل ابو قلب طيب اتوفى من لحظات عن عمر يناهز 62 سنه داخل مستشفى المعادي العسكري نتيجه تدهور حالته الصحيه. ايه رايك في استاذ شعبان؟ بعد ما عمل حفله الله يرحمه طبعا استاذ شعبان عبد الرحيم انا بحترمه جدا وبحبه جدا. شعبان عبد الرحيم بيمثل قاعده كبيره جدا من الشعب المصري. شعبان عبد الرحيم زي حسن الاسمر الله يرحمه زي ناس كتير مغنيين مطربين شعبيين. شعبان عبد الرحيم وصل للعالميه. سي ان ان استضافته مره واثنين وثلاثه. واشنطن بوست اتكلمت عنه. شعبان عبد الرحيم عمل اغاني سوري في اللفظ يعني الناس فهمتها غلط في الاول بس في الاخر طلع ليها هدف زي انا عايز ابطل السجاير مثلا كان ليها دور. بالظبط. مطرب التوني الواحد. النغمه بتاعته بقت مطرب على الفطرة يعني خلينا نقول ان هو مطرب على الفطرة. مطرب من غير ما ياخد شهادات، مطرب من غير ما ياخد كورسات، مطرب بيحاكي اقل فئة في الشعب المصري. عمل ميوزك خاص بيه هو. تمام. ما بيغيروش، هو تون واحد اوكي ونغمة واحدة بس سبحان الله كان بيركب عليها الكلمات بتاعته زي الراب بالظبط. دي موهبة. وكانت الناس كلها معجبة بيها جدا. وكان بيتفاعل بأغانيه مع القضايا اللي بتمر بها مصر. تفاعل مع قضايا السجاير، تفاعل مع قضايا فلسطين والقدس، تفاعل باغانيه مع ضد اسرائيل، تفاعل باغانيه وخاطب بها اوباما نفسه، تفاعل باغانيه وخاطب بها الحكام زي الاخوان في وقت من الاوقات لما كانوا بيحكموا مصر، تفاعل باغانيه وخاطب بها الرئيس السيسي. شعبان عبد الرحيم ليه بصمه ولازم نعترف ان الراجل ده خارج من منطقة شعبية اللي هي منطقة الشرابية. طبعا احنا نكن لها بكل ادب واحترام المناطق الشعبية برضك اللي خرجت ناس كتير. شعبان عبد الرحيم غنى في شارع محمد علي، غنى في باب الشعرية، غنى في المطرية، غنى في كل المناطق الشعبية قبل ما يطلع ويبتدي يستضيفوه في التلفزيون ويبتدي يشتهر. شعبان عبد الرحيم الله يرحمه اخر حفله عملها كانت في مهرجان الرياض. الله يرحمه. موسم الرياض. ايمن معانا اتصال ولازم نستقبله. اوكي. معانا دوابه من اسوان. دوابه. ايوه دوابه من اسوان حضرتك. اهلا بيكي على راسي على راسي اسوان واهل اسوان. حضرتك مش عيب ان الانسان يكون عنده مشكله في حياته، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. اكيد. بس العيب ان انا مثلا يلجا لي مثلا خصم الجار عشان ينتصر على جاري او ينتصر على قريبي.
اتحد معاه عشان انا ابقى لي عملت معاه جميل، واتسلط جاري واكذب عليه ويبقى عشان هو حاسس، هذا الشخص حاسس بالخزى من نفسه، فعايز جاره ده يتخزي كمان عشان خاطر يبقى زيه. تمام. خصوصا كمان الناس اللي ما بتحتكش بالناس اصلا، هو ظن انه بيكون جاره ده متكبر مغرور شايف نفسه، لا، في ناس بتبقى في حالها. تمام. ما لا يعني شغله حالها بحالها. تمام. فيجب ان الخصم عايز ينتصر على هذا الشخص ويلقى عليه اي حاجه، يسلط جاره ويسلط قريبه. فالانسان يعني ينشغل، يعني الناس حترجع تعاملاتها مع بعض لما تتقي الله في بعضها. اكيد طبعا. الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على سبع جار. ودي مشكلة، كلمة الكذب وان واحد ينافق واحد على حساب واحد، ده كله متراكم بسبب الحياة والريتم السريع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الريتم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي افتراضي وهمي، وفي نسبة كذب مش طبيعية. نسبة كذب في كل حاجة، نسبة كذب في الاكل والشرب واللبس والشخصية والسن وطبيعتك. وممكن يبقى واحد بيكلم واحد بالسنة وما يعرفوش، ما شافوش صور بعض ومنايلين من بعض صور كذب. يا جماعة احنا لازم نطهر من جوه، نفضي الشحنات اللي احنا اكتسبناها بسبب عادتنا على الموبايل. احنا خدنا كل الشحنات اللي على الموبايل نقلناها لنفسينا، الشحنات دي فيها نسبة كذب مش طبيعية. اتمنى ان احنا يا رب يا ايمن. متشكرين لك جدا يا حاجة دوابة، واتصالك عرسنا، واهلا باسوان وناسها يا رب على راسنا كلهم. معانا اتصال تاني يا ايمن. داليا من الجيزة. الو الو الو. ايوه، تشرف بيكي يا داليا، انت من الجيزه. من اهل الجيزه يا داليا؟ انا بحب الجيزه واهل الجيزه. الو، معلش انا مش سامعه الصوت قوي. وطي التلفزيون من عندك يا داليا. وطي التلفزيون يا داليا وانت تسمعي. الو، برنامج الصحه، برنامج نورتونا. انت اللي نورتينا يا داليا، نورتينا والله بجد. انتوا عاملين حاجه جميله جدا 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 بجد. ربنا يعينك يا رب. شكرا ليكوا على البرنامج الجميل ده. شكرا. برنامج فعلا عايز يرجعنا للأصالة، يرجعنا للزمان، يرجعنا للمة، يرجعنا لكل حاجة حلوة بجد. ميرسي لكم. أنا شكرا. بجد يعني البرنامج عجبني جدا جدا جدا. شكرا. وشابو لكم على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا رب. ده وسام على صدرنا في أول حلقة لينا في البرنامج بتاعنا. تسلم يا داليا، ونتمنى أن أنت تكوني من متابعينا. واستنونا نشوفوا حاجات تانية جميلة قوي. هنستنى منكم الاكلات اللي انتوا نفسكم تاكلوها في البيت، هنعملها لكم. معانا اتصال تاني. معانا اتصال تاني. نجلاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاكم استاذه نجلاء يوسف المهادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكم. انا بهنيكم بالبرنامج، ما شاء الله حلو قوي قوي. يعني تسلم يا رب، دي شهاده اعتز بيها، ووسام على صدري وتاج على راسي. تسلمي لنا يا رب. كمان يعني برنامج يعني جريء جدا، وبالذات ان انتوا اطردتوا الطالب الهندسه اللي انتحر الله يرحمه. فانا من خلالكم بناشد كل اب وام يقربوا من اولادهم يا رب، ويشوفوا رغبتهم ايه والكليه اللي تناسبهم، لان الطالب لما يخش حاجه حاببها اكيد هينجز فيها. اكيد. حتى انا من رايي حتى اللي بيحمر طعميه في الشارع وهو حابب الشغله دي، حابب الشغله دي صح، هيوصل لحاجه كويسه، وممكن يبقى حاجه كبيره. فانا رايي ان كل طالب يدخل، مفيش كليه قمه وكليه قاع. صح. وطي التلفزيون شويه يا استاذه نجلاء. التلفزيون بتاعك يا استاذ. كل واحد يدخل للحاجه اللي حاببها ويوصل لقمته الخاصه. صوت جامد. تمام. انا عايزاكي يا نجلاء تقدمي نصيحه لكل اب ولكل ام، ان هم ما يغصبوش على اولادهم، ما يغصبوش على اولادهم لا في زواج، لا في تعليم، لا في حياه، ولا في اي حاجه خالص. هم اتخلقوا في زمن غير زمانهم، اتعاملوا معاهم باللين اللي انتوا اتربيتوا بيه. الو. ايوه معاكي. لازم يحتووهم، الاحتواء اهم حاجه، لازم يقربوا من ولادهم بالظبط عن طريقهم فيس تو فيس غير النت. ما يسيبوش كل واحد قاعد في اوضه لوحده مقفول عليه مع عالم خاص. بره احنا مش عارفين هم داخلين على ايه ولا موقع ايه. بالظبط. التواصل الاجتماعي خطر جدا، لازم نقرب ونعرف ونحس بيهم ونقربهم للصح ونوجههم. تسلمي يا نجلاء، وشرفتينا، واتمنى ان انت تكوني من متابعينا. نورتينا يا استاذه نجلاء. معانا اتصال. الو. استاذه صام.
الو، السلام عليكم. عليكم السلام. بيبلغوني في الكنترول استاذ عصام معايا. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك، نورتنا. انتوا نورتونا والله، برنامج جميل جدا والله. تسلمي، ربنا يعزك يا رب. تسلم والله يا جماعه، انتوا اتصالاتكم دي بترفع من روحنا المعنويه. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. ايه اللي انت عايز تقوله يا استاذ عصام؟ اتفضل. الرساله حلوه كده ان شاء الله. ربنا يعزك. طب وجه نصيحه للناس، اتكلم معانا، شاركنا الراي. فكره برنامجنا عجباك؟ رجعتك لحنين الماضي؟ هي فكره هادفه ما شاء الله، فكره هادفه. ربنا يعزك يا رب. اتمنى ان انت تكون متابعينا، وشرف لينا اتصالك ومتابعتنا. ربنا يعزك يا رب. تسلم. واضح يا ايمن ان الناس مفتقدين الحنيه، مفتقدين الطبطبه. واضح ان الناس بتعاني ومكتوم صوتهم ومش قادرين يقولوا اه. الناس كلها بتتعامل مع باور بانك او موبايل او شاحن بس في حياتها. احنا عايزين نغير ده كله، عايزين نرجع للي احنا اتربينا عليه. كل الناس اللي اتكلمت معانا دلوقتي، استاذه نجلاء، ام رامي، ست دوابه، داليا، او استاذه داليا، او استاذه عصام، كلهم فرحانين ان في حد بيتكلم على حاجه هم مفتقدينها. احنا بقى ليه مفتقدين ده؟ ما دام احنا نفسنا فيه. طيب مفيش حد مانعنا ان احنا نمد ايدنا ناخده يعني. استاذنك يا ايمن، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. نورتونا. نورتونا. ورجعنا لكم ونورتونا. نورتونا وشرفتونا يا نور، وانا فرحان جدا بالاتصالات اللي جات لنا. الاتصالات اللي جات لنا كتير، الناس كلها عايزه تتكلم عن اللي هي مفتقداه. ونرجع تاني نكمل مع ايمن. انا وانت كنا بنتكلم قبل، بعد ما طلعنا بالفاصل، ان التليفون كان من اسباب الخلافات الزوجيه، من اسباب انهيار الاسر، من اسباب ضياع الولاد. عايزه يعني عايزاك تدي نصيحه كده. التليفون أو التليفون او الموبايل او مواقع التواصل الاجتماعي اتسببت ان الاسره اتفككت. الزوج بقى في اتجاه، الزوجه بقت في اتجاه، الاولاد بقوا في اتجاه. ما بقاش في اكتر بينهم اكتر من مكالمه موبايل، الا لو كان الاب عنده حنيه شويه وبيسال على ابنه، او الام عندها شويه حنيه وبتسال على ابنها، والزوج والزوجه بيبقوا قاعدين في شقه واحده، كل واحد في اتجاهه ومعاه موبايله، وده بيوصل لمشاكل الاسريه كتير. ارتفاع نسب الطلاق بسبب الموبايل، ارتفاع نسب الفشل الدراسي بسبب الموبايل، ارتفاع نسب الحوادث بسبب الموبايل، ان حد بيسوق وماسك الموبايل. الموبايل احنا استخدمناه استخدام غلط. لعلمكم بره مش ما بيستخدموش اللي احنا بنستخدمه ده خالص. يوم ما يقعد على مواقع التواصل الاجتماعي، يقعد على الايباد بتاعه يعني في البيت، يتابع بس كده اخر اليوم يعني 10 دقائق، ما بيبقاش اوبن طول النهار. احنا عندنا الواحد بيبقى اوبن 24 ساعه على الفيسبوك في الحمام كمان يا ايمن. اوبن والله يا جماعه. احنا النهارده بره ما بيستخدموش التليفونات عاليه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها على فكره. يعني حتى ورا الكاميرا، الناس اللي ورا الكاميرا ماسكه الموبايل وناسيه البرنامج خالص. وكله يعني الموبايل حاجه تانية خالص. بص، هم ماسكين الموبايل على فكره بيتابعوا الاتصالات. بصي ما ايه، ما تحاوليش تخليهم يزعلوا مننا. ساره. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، نورتينا. نورتك. اهلا وسهلا يا ساره، ازيك؟ انا الحمد لله. عرفينا بنفسك. سارة وصوتك حلو، كملي. اقول لك ممكن اشارك في البرنامج؟ طبعا. شاركي يا حبيبتي، انت معانا عموما، مشتركه معانا في البرنامج واتصالك على راسنا يا رب. اتفضلي يا ساره اتكلمي. صراحه البرنامج اللي انت بتتكلموا عليه كتير حلو، كويس. تسلمي. تسلمي يا رب. كملي الاول يا ساره. انا اسماعيليه. احلى اسماعيليه واللي منها، وادب اسماعيليه وشارع ال 30، صح كده؟ ايوه. منورانا. انا صحيح البرنامج اللي بتتكلموا عليه كتير حلو، ماشي ده كويس بجد. احنا انا في البيت مع والدي بنقعد بالشهرين مش بنتكلم مع بعض في ايتها حاجه. تمام. مفيش يعني لا موده ولا كلام ولا اي. صراحه البرنامج اللي انت بتتكلموا عليه كتير حلو كويس، لانه صحيح بيخلي الانسان حد يتكلم مع حد، يعني ممكن
حد يكون من قلبه جامد يعني على اولاده او كده ممكن قلبه يحن شويه. بالظبط. انت مفتقده تسمعي صوت بابا في ودنك. ايوه. مفتقده تسمعي صوت ماما في ودنك. لا والدتي الله يرحمها متوفاه. الله يرحمها يا رب ويخيب صراحه. انا قاعده عندي بابا وعندي اخواتي، انا اقسم بالله ممكن نقعد بالشهرين ما بتكلم مع اهلي. بابا معتزل عن الناس كلها يعني ما فيش ولا حتى على السفر ما نقعدش مع بعض. عايشه مع المربع الخمسه في 10 ده اللي هو الموبايل ده اللي انت عايشه معاه، مش عايشه مع الناس تانية. هم برضو هم اجبروها يا ايمن برضو ان هي تعيش معاه يعني. ما هو والله بكل فعل رب فعل لدرجه ان انا ممكن الجا يعني اقعد اتكلم مع اصحابي وكده ما فيش كلام مع اهلي ولا اي حاجه. انا من فضل ماما والدتي توفت من 10 وانا بمر بحاله نفسيه ما يعلم بيها ربنا. الله يرحمها الله يرحمها. كلنا اخواتك يا ساره وكلنا تحت امرك في اي وقت. وكلمينا يا ساره واحنا معاكي وهتلاقينا كلنا نسمعك ويا ريت بابا يسمعك دلوقتي ويعرف قد ايه انت محتاجه تتكلمي معاه. و فتره طويله قوي بعد الشهرين ممكن ما بيسالش انت شو اللي انت ايه اخبارك او عامله ايه او ازيك. ما فيش قاعده كده مع نفسي. طب انت ايه اخبارك وعامله ايه؟ ممكن تردي بقى عليا؟ الحمد لله تمام. انت بتدرسي ايه؟ انت بتبكي؟ ساره احنا مش عايزينك تعيطي، احنا بنقول نورتونا يعني ضوء امل. احنا معاكي تابعينا، لو اي حاجه وجعاكي راسلينا احنا معاكي موجودين ونورتينا يا ساره. اهلا بيك يا ساره. اهلا بيك ساره. نموذج اللي احنا بنتكلم عليه الاحتواء يا ايمن. احنا مفتقدين الاحتواء. كل الناس اللي هي بتوصل للمرحله دي بتبقى في مرحله خطر. سارة نفذت عن نفسها بمكالمة تليفون. على قد ما انا سعيد وبكت. جدا ان انا سمعت صوتها وهي قالت اللي عايزه تقوله، وسعيد ان هي بكت لان البكاء ده كبت هي عايزه تخرجه وخرجته. الحمد لله. يا ريت تكون باباها سامعها دلوقتي وشافنا. واي اب، مش باباها هي بس، اي اب عنده نفس المشكله ياخد باله ان بنته او ابنه محتاج له. انا اب زي ناس كتير قوي. كل اللي بتمناه برضك ان ابني انا اسمعه وهو يسمعني. ممكن اكون مقصر معايا، انا بعتذر له على الهوا، بس اتمنى ان كل الابهات ياخدوا بالهم من اولادهم وبناتهم، لان ده الحاجه اللي بتوصلنا اللي احنا مش عايزينه. ولا يا نور؟ اكيد طبعا يا ايمن. وعايزين نقول ان لازم نرجع لحتى لو يوم او ساعه عشناها زمان. هتفرق كتير قوي، هتفرق كتير قوي في حياتنا، هتفرق في كتير قوي في علاقاتنا، هتفرق كتير قوي في ولادنا، هتفرق كتير في حاجات كتير جدا جدا. رتبوا اساس البيت، اساس البيت انتوا رتبوه. ضموا على بعض، حنوا على بعض، الفوا قلوبكم بقلوب بعض، اتلموا على لقمه واحده ان شاء الله حتى لو مره في اليوم. عندي مثال حلو جدا وبتمنى ان هو يتنفذ في كل البيوت المصريه ويرجع. ليا صديق اعرفه معرفه شخصيه، عايزه اقول لكم لما بيتاخر على اولاده في الغدا بيبقى مش طايل سما ولا ارض، لان هو نفسه ليهم يضم وحشوه. بيطلع من 6 الصبح بيرجع 4 او 5، ابنه بيفضل قاعد مستنيه ما يحطش لقمه في بقه، مع ان ابنه ده كبير وفي كليه ما يحطش لقمه في بقه غير لما ابوه يجي ويتلموا كلهم على سفره واحده. الام بتتصل بالاب وتقول له مستنيينك تيجي تقعد معانا. عارفين ليه الاب كده؟ عشان هو اتربى ونشأ على كده، بس الميديا ما غيرتوش. الام ليها دور، الام ليها دور. أكيد. مش الاب لوحده، الاب في الشارع على طول، الاب شغال، الاب في شغله. أكيد. انما الام بيبلغوني في الكنترول ان احنا قدامنا دقيقتين. انا عايزه اقول كلمه وانت قول كلمتك. انا عايزه اشكر من مكاني ده صحابي، القلوب الحنينه، القلوب اللي بتضم على قلب بعض، لمه الخميس بتاعتنا واللقمه اللي بنعوض بيها الفرقه في بيوتنا. انا ليا اصحاب بنات ورجاله بازواجهم، بامهاتهم، باخواتهم، بنتجمع كلنا وخدنا عهد وميثاق على بعضنا ان احنا كل يوم خميس نتجمع ان شاء الله حتى لو نقطع رغيف عيش بلقمه فول. لازم نتجمع على اللقمه ونعوض اللي احنا مفتقدينه في بيوتنا. معاك يا ايمن. انا هختم كلمتي واديها اللي انا معايا دلوقتي، واوجه كلمه لساره واقول لها يا ريت ان الدمعه اللي احنا سمعناها منك النهارده دي تاني ما تتكررش، وان شاء الله يرجع الود بينك وبين باباكي وبيني وبينك وبين كل اللي حواليكي.
ونقول لها ان احنا اخواتك برضو يا سارة. احنا كلنا معاكي وكلنا اخواتك، واي سارة في الدنيا مش سارة دي بس، لان انا عارف ان في ناس كتير زيها. يا ريت كلنا نبقى قلبنا على بعض، نرجع تاني نقعد مع بعض، نرجع نبقى اسره واحده، نضم على بعض، على بعض. الاب في شغله، الام في البيت، وكلكم نورتونا. وهطلب منكم طلب صغير بردك عشان نكمل البرنامج بتاعنا، احنا محتاجين تختاروا لنا الاكلات اللي انتوا عايزينها، هننزل الشارع ناكلها ونجربها لكم ونوريها لكم، ونيجي على صفحه البرنامج ونيجي هنا في المطبخ بتاعنا نعملها لكم زي ما انتوا عايزين، وهنطلعها لكم زي الشارع بالظبط، وان شاء الله نكون بنعمل حاجه تبسطكم وترضيكم. وانا اتشرفت وسعيد جدا 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 اني كنت معاكم النهارده، وسعيد بطاقم الاعداد والاخراج، والاستاذه نور ربنا يعزك يا ايمن. على راسي. تسلم. انت كمان على راسي يا ايمن. عايزه اقول لكم نورتونا وانستونا ولقلوبكم قربتونا، منتظرينكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، ونورتونا.